اهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيفي اللي منورنا ومشرفنا الدكتور احمد ثابت هنستعرض معاه بقى كل طرق نادي الزمالك بكره او الطريقه اللي هيلعب بيها التشكيل المتوقع ازاي بكره كابتن سامي وصاني يواجه نادي الزمالك ابرز نقاط القوه والضعف في نادي الزمالك دكتور ثابت منورنا ومشرفنا ده نور حضرتك وتحياتي لحضرتك يا كابتن اسامه يعني يا كده من بعض ما عندكم <applause> قول لي بقى في البدايه شايف مباراه القمه 124 بين الاهلي والزمالك ازاي اولا مباراه القمه بتبقى بطوله خاصه بتبقى مش يعني ملهاش دعوه بالنتائج اللي قبل كده او بالاداء او بتغيير المدربين بتبقى هي ال 90 دقيقه على حسب حاله اللعيبه ليله المباراه ويوم المباراه طبعا توفيق ربنا قبل كل حاجه لازم اللعيبه تكون مركزه وهي مباراه بثلاث نقط في الاول وفي الاخر، طبعا احنا الفرق ما بيننا وما بين نادي الزمالك خمس نقط. فهم عايزين ان هم يقربوا النقط يعني لما لما يكسبوا يعني بتبقى الفرق مثلا نقطتين، لكن النادي الاهلي لما يكسب بشوفها 50% من الدوري. مباراه بكره دي ان شاء الله بتبعد شويه بتبعد بتبقى 50% ليه؟ لان انت بتبعد المنافس بتبقى الفرق 8 نقط ما بينك وما بين نادي الزمالك. وبالتالي بتبقى يعني انا شايفها 50% ان شاء الله اللعيبه تكون مركزه وفي حالتها وباذن الله نحقق المكسب يعني باذن الله <applause> بس الاهلي طبعا لسه ليه مباراة مؤجله لسه ما لعبهاش دلوقتي يعني عمليا او على الواقع ان الزمالك هو وتصدر آه. بس الجنة. انت بتقلل معنوياتكم لما آه. بتكسب مباراه المنافس بتكسب ذهاب واياب وبتخلي الفريق ثمان نقاط بتقلل معنوياتهم بيخش عندهم الشك خاصه ان هو الشك اصلا موجود عندهم في الفتره دي م. على المدرب وعلى البدني وكيف انت بتزود كمان الايه الضغوطات عليهم. عليهم لو ما كان فريرا او فريرا بكره المدير الفني نادي الزمالك هيقابل النادي الاهلي ازاي والله فريرا عنده طريقتين لعب م. يعني هو اول ما جه مسك نادي الزمالك هو الفرق ما بين فريرا وكارتيرون ايه الاول ان فريرا دايما بيلعب بالدفاع المتقدم، بيحاول ان هو يقرب الثلاث خطوط مقربين من بعض، بس هو عنده طريقتين لعب، يا 4 3 3 ياكن لكن في الفترة الأخيرة حولها ل 3 4 3 بعد غياب طارق حامد. 3 4 3 دي شفناها في مباراة أسوان. أسوان والإسماعيلي وال. الإسماعيلي بدأ يدخل الطريقة دي. بدأ يدخلها اه، فأنا شايف ان ممكن تكون أقرب بكرة ان هو يلعب بالثلاثة ورا، ممكن، دلت. ليه؟ طب قول لنا التشكيل المتوقع أو الطريقة اللي هيلعب بيها بكرة. تمام، في حراسة المرمى محمد عواد لا خلاف عليه الثلاثة اللي ورا عنده محمود الونش وناحية اليمين محمد عبد الغني والشمال محمد عبد الشافي، مم. لعب كده في الشوط الثاني والمباراة الداخلية في كأس مصر، مم. راح مودي محمد عبد الشافي مساك ثالث وعبد الغني ومحمود الونش محمود وناحية اليمين عنده طبعاً مشكلة فيها، وأنا شايف إن دي النقطة لازم نستغلها بكرة. طب استنى بس قبل ما نروح ناحية اليمين، أوه. هل الوضعية الونش هيتحطوها في القلب؟ ولا تحط الونش هو على اليمين ممكن عبد الغني يبقى هو في القلب هو الونش اصلا شمال طبعا عبد الشافي عدته الشمال اه فالونش اصلا بيلعب ناحيه الشمال وعبد الغني بيلعب ناحيه اليمين فهي هتبقى يعني الونش هو اللي هيدخل في العمق وعبد الغني ناحيه اليمين وعبد الشافي هو اللي بيروح <applause> شمال عشان على عدلته تمام. ناحيه اليمين عنده كذا حل عنده <applause> محمد طارق الباك رايت الصاعد اللي لعب مباراه الداخليه <applause> عنده سيد عبد الله نيمار برده ده اتالق في مباراه الداخليه <applause> في الشوط الثاني عمل ماتش كويس ممكن يحط امام عاشور ناحيه اليمين ممكن يحط عبد الله جمعه بس انا شايف بصراحه ان الاربع حلول مع تواجد معلول اعتقد ان شاء الله ان هي تكون نقطه قوتنا بكره باذن الله. الله يعني باذن الله ناحيه الشمال محمد عبد الشافي الباك ليفت احنا هنحط محمد عبد الشافي هنا اه, آه. عبد الله جمعه جمع. عبد الله آه. جمعه محمد عبد الشافي وعبد الله جمعه الاثنين الارتكاز محمد اشرف روقة وامام عاشور يبقى م. كده ادي ثلاثة أربعة الثلاثة اللي قدام بقى عندك هنا زيزو ناحية اليمين م. أشرف بن شرقي وعندك أوباما, أوباما. في, في فكرة إن هو عنده برضو حاجتين عنده أوباما بيلعب مهاجم وهمي م. وده برضو في مباراة الإسماعيلي هو لعب بالشكل ده م. لعب بالثلاثة أربعة ثلاثة اوباما هو اللي بيلعب مهاجم وهمي هو اللي بينزل لورا عشان يسحب مع المدافعين ودايما بن شرقي بيقوم قاطع للعمق وزيزو دايما فاتح ناحيه اليمين لانه مميز جدا بالعرضيات ومين اللي بيكمل في ظهرهم رؤى أو امام عاشور تحديدا عشور 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 المميز بالتسديدات ديت الطريقه الاولى اللي هي الاقرب ممكن تكون بكره يعني اوباما النهارده هيكون هو المهاجم الصريح نادي الزمالك مكان عمر السعيد مكان عمر السعيد فالنهارده ده يدي افضليه لزيزو, لزيزو انطلاقات في الجوه وبن شرقي في كمل اه او, أو, أو بن شرقي وممكن عمر السعيد برده يبدا راس حربه أو. ولو بدا راس حربه ساعتها هي ايه هيودي أو. اوباما أو. كارتكاز تاني جنب رؤى وامام عاشور يروح باكرايت مم. هو عنده كذا حل يعني احنا بنتكلم في حلول او الفكر بتاع أو. فريره مم. تعال نشوف طريقه اللعب الثانيه ما هو برده يعني الطريقه الاولى بنتكلم 3 4 3 3 4 3 دي دي اماكن تسديدات امام عاشور اه سامح هو جاب ثلاث اهداف السنه دي العلامه الحمراء دي اماكن تسديداته من بره م. المنطقه اذا لازم نخلي بالنا من تسديدات امام عاشور بيشوط من من بعيد بيشوط من مسافات عنده حته التكمله دايما من ورا عشان كده بيحول طريقه اللعب يعني هو نموذج للاعب البوكس تو بوكس اللي بيكمل وبيسدد يعني انت النهارده لو مكان فيريرا ما تستغناش عن امام عاشور وتشيله من نص الملعب تحطه باك رايت هو هو في المكان ده بعد غياب طارق حامد أوه. عشان يديك التوازن في نص الملعب والله يعني لو مكان فيريرو اعتقد ان لازم يبقى باك رايت لان هو طبعا النادي الاهلي هيبقى مم. عنده علي معلول فهتبقى هتحط على الاقل لانه مم. عنده مشكله بصراحه مم. عنده امام عاشور وعنده مؤثرة. عنده غيابات مؤثره في حته الباك رايت اللي احنا لازم بكره نستغلها مم. مم. طريقه اللعب الثانيه اللي هي 4 3 3 برده محمد عواد اللي هيبقى اثنين بس عبد الغني ومحمود الونش عبد الشافي ناحيه الشمال وناحيه اليمين هيحط زي ما قلنا محمد طارق سيد عبد الله اي حد اي ناشئ اي ناشئ منهم مم. وطبعا او عبد الله جمعه برضو م. التلاته الارتكاز محمد اشرف رؤى تمام ناحيه اللي على يمينه هيبقى امام عاشور وناحيه الشمال ممكن يحط اسلام جابر ممكن م. يحط عبد الله جمعه ممكن يحط اوباما لو ما بداش مهاجم وهمي يحطه هنا فعنده كذا برضو حل هنا مفيش خلاف دايما على زيزو وبن شرقي على الاطراف م. وعمر السعيد قدام م. م. فده الشكل الثاني بتاع نادي الزمالك بكره الاربعه 3 3 سواء يعني تعالى نفرج حضرتك على طرق اللعب برضو اللي هو لعب بيه عشان يكون تاكيدا للكلام نشوف أن... بقى في المباريات السابقه مباريات نادي الزمالك, الزمالك سواء في الدوري او في الكاس يعني تج... كان تمركز اللاعبين في المباريات ازاي؟ سواء في الطريقه اللي بيشرحها الدكتور احمد ثابت 3 4 3 او 4 3 3 دي فح. طريقتين مش هيخرج بره التشكيل بتاع فيريرا بكرة او نادي أو. الزمالك موقع. مهما اختلفت الاسماء ده احنا أو. بنتكلم على طريقه لعب بص ادي الخمسه ورا في مباراه الاسماعيلي ثلاثه ثلاثه اربعه ثلاثه بتتحول بعوده الظاهرين لخمسه اربعه واحد آدي ادي الخمسه اربعه واحد بتاعت نادي الزمالك اللي لعبوا بيها قدام الاسماعيلي دي الطريقه القديمه اللي كنا بنلعب في الكره المصريه وابتدا وابتدى بها موسيماني في بدايه الموسم مع نادي الاهلي مين اللي كان مهاجم اوباما أو. مهاجم الوهم هو. هو اللي بينزل يسقط عشان يفتح المساحات لايه لبن شرقي كمل الصور على طول هنا برضو الخمسة أربعة واحد نفس الشكل بتاع نادي الزمالك اللي لعبوا بيه مباراة الإسماعيلي تعالى أوري حضرتك فكرة الخمسة أربعة واحد تحركات زيزو وأشرف بن شرقي بص هنا زيزو فين؟ زيزو تحركه دايما في الهاف سبيس في المساحات بين الخطوط دايما بينزل في العمق عشان هنا مهم جدا ان لعيبه الارتكاز بتاعه النادي الاهلي تخلي بالها ان في بناء الهجمه بتاع نادي الزمالك بيحضروا على زيزو اه في مين اللي فاتح هناك ده بن شرقي بن بنشرق. بيعمل تمديد لعرض الملعب دايما على اخر الخط م. وزيزو هو اللي بيبقى داخل ليه؟ م. للعمق هو م. اللي بيخو... بيتحرك في المسافه مثلا ما بين معلول والسلية. اه عشان يستلم بيطلب الكوره كمل بقيه الصور هتلاقي برده نفس الفكره هنا برده حازم امام ناحيه ال... ال... اليمين آه. هو اللي بينطلق كمل هات الصوره اللي بعدها برضه نفس الشكل أوه. بص اه دي زيزو هنا اهو هنا مين زيزو نازل يستلم أوه. من محمد اشرف روقه في بناء مم. الهجمه ومين اللي فتح في اخر الملعب بن شرقي شارك. فهنا هنا بتبين سواء بداوا بال بال3 4 3 او ال4 3 3 لازم نخلي بالنا من تحركات الجناحين بن شرقي دايما ليه حريه في التحركات من الخارج صح آه زيزو ممكن يشتغل من الخارج او يشتغل من العمق زي زيزو تحديدا انا بشوف زيزو مستو اخطر حاجه في زيزو العرضيات احسن واحد في مصر بيعمل عرضيه مم. يعني احنا عندنا معلول في الاهلي زيزو هو مستو في العرضيه يعني زيزو م. مش مهاري قوي ولكن هو مستو في العرضيه م. دي الطريقه الثانيه يا كابتن اسامه في ال 4 3 3 قدام م. المصري احنا جبنا طريقتهم قدام الاسماعيلي جايبين طريقتهم قدام المصري ايام ما طارق حامد كان موجود كان بيلعب بال 4 3 3 مين الثلاثه اللي في النص امام عاشور واوباما وطارق حامد ساعتها كان طارق حامد مديهم حمايه شويه في لهم العمق فكان بيلعب بيه ال 4 -3, 3 3 واللي قدام عمر السعيد اهو م. نفس الشكل برده ده ال 4 3 3 اللي هيقوم بدور طارق حامد بكره رؤى هو اللي هيبقى ثابت قدام الديفنس وامام عاشور هو بليل حرية ان هو يزيد ويسدد صح صح مم. هنا امام عاشور بيكمل اهو بص حضرتك عايز برضو نقطه مهمه قوي آه. يعني احنا بنتكلم بنتكلم دلوقتي على نقاط القوه بتاعه نادي الزمالك مم. اخطر حاجه في نادي الزمالك في الفتره الاخيره الضربات الركنيه كرات الثاب الضربات الركنيه تحديدا هم مسجلين 34 جون في الدوري منهم ثمانية من ضربات ركنيه هات بس الصوره اهي قدامنا الصوره على الشاشه اللي هي آه. اللي بتاعت الدايركشن اوف اماكن العرضيات بتاعه الضربات الركنيه بص دي العلامه الحمراء دي اماكن وصول الضربات الركنيه بتتلعب فين هتلاقي كلها تقريبا حوالين ما بين علامه منطقه الجزاء وما بين خط الستة عند اللي هي علامه ضربه المرمى كده أوه. كل الاهداف هنا مين اللي بيرفعها أوه. زيزو مميز في مميز دلوقتي. هو في الكرات العرضيه عرضياته في حته الضربات الركنيه بس لازم نخلي بالنا ان الشناوي لو هيطلع هو بيعملها دايما لورا يعني الكروس من ناحيه اليمين بتلاقيه ايه ملفوف لورا وطالع لبره دلوقتي النهارده برضو أوه. مدافع بس النادي الاهلي هقول لحضرتك على الكرات حاجه الكرات الثابته الركنيات النهارده يبقى التمركز مان تو مان واحنا واقفين ولا زي ما بنشوف الكره دلوقتي اللي دلوقتي الاتنين البوزيشن بتاعي اللي, اللي انا واقف بشغل مساحه دلوقتي اي ايا كان هيجي فيها انا النهارده براقبه الاثنين لازم مان معزون مم. يعني انت انت النهارده بص عرضية زيزو من ناحيه اليمين هي آه. بتحس ان هي بتخش لجوه وبعدين بتطلع لبره يعني هو مم. اللي بيرفعها بيبقى واقف على يمينه وبيطلعها لبره فهنا الكروس بيبقى صعب على حارس المرمى عشان كده بقول حاجه عرضياته مميزه ليه صعب ان هو يطلع لان الكره بتخش لجوه وتطلع لبره فهنا مم. لازم تمركز لازم واحد يبقى واقف على العرضه القريبه وواحد واقف وراه وغير ان انت مراقبهم بشكل كويس يعني زي يعني هي بتبقى خليط ما بين المان وما بين الزون نكمل برده نشوف ده, ده ده تحرك اشرف بن اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه ان هو دايما بيعمل الاوفرلاب فاتح, فاتح الملعب أو فاتح الملعب ودايما عامل الاوفرلاب مع عبد الله جمعه، عبد الله جمعه هو اللي بيكمل، كمل الصوره اللي بعدها على طول هتلاقي ايه؟ ده الجون اللي جابوه في نادي الاسماعيلي بن شرقي عبد الله جمعه قطع اهي بص آه. بن شرقي عملها لعبد الله جمعه، بن شرقي هيروح قاطع، ميزه بن شرقي ان هو دايما بيكمل جوه منطقه الجزاء، م. يعني بيبقى الاول فاتح عرض الملعب بعدين م. بيكمل جوه المنطقه. زي. قبل ما نشوف الصوره اللي بعد كده دكتور ثابت توقعك بكره فيريرا هيبتدي قدام النادي الاهلي ممكن يبتدي ضغط عالي ولا النهارده يبقى عنده تحفظ ويبدا يشتغل على المساحات اللي موجوده انطلاقات زيزو انطلاقات بن شرقي ممكن انطلاقات أوبو, اوباما من تحت لو في مساحات الشكل اللي ممكن يبتدي بيه النادي الاهلي قدام النادي الاهلي ازاي؟ اعتقد فريرا مدرب دفاعي شويه، يعني مم. مدرب متحفظ. اعتقد أوه. ان هو هو دايما بيستخدم في الماتشات الاخيره كلها الميد بلوك اللي هو الضغط في وسط الملعب دايما وبيعتمد على السرعات والهجمات المرتده والكرات العرضيه. مم. ولكن انا شايف برضه ان هو ممكن بكره يلعب له بلوك كمان، يعني ممكن يلعب نوعا ما دفاع منطقي شويه او في وسط الملعب بس عشان الغيابات اللي عنده عشان برضه. الغيابات اللي عنده أوه. بس هو تحس ان هو في الماتشات الاخيره كلها بيلعب دفاع عالي. فهو صعب ان هو فجاه يكون بيلعب مدرب بيلعب دفاع عالي يجي في ماتش برده يغيره، هو متعود على الضغط في وسط الملعب واللو بلوك اللي هي الميت بلوك، على فكره دي عامله لهم مشاكل كبيره جدا، هوري لحضرتك على حاجه تعالى اوري لك ابرز مشكله دفاع نادي الزمالك، هات الكليب بتاع الدفاع المتقدم فريرة دايما بيقرب الثلاث خطوط، فانت عشان تلعب بدفاع متقدم لازم دي كانت في مباراة انبي في كل المباريات في, المباراة آه، المصري. في مساحات مباراة كبيرة. المصري مباراة المصري مباراة الاسماعيلي مباراة آه. الداخلية اهي آه. أه. بص حضرتك ادي ال... بص ده الدفاع المتقدم هنا آه. مشكلة الزمالك الأساسية ان هما ما بيضغطوش ضغط عالي انت عشان لازم تلعب دفاع متقدم لازم تضغط ضغط عالي لازم آه. زي يورجن كلوب كده في ليفربول هو بيلعب ضغط عالي فهم بيستخلصوا الكرة بأقصى سرعة لكن آه. الزمالك أصلا ما بيستخلصش الكرة بأقصى سرعة فبيلعب بدفاع متقدم آه. هنا وجود مهاجم سريع زي محمد شريف وتواجد بيرسي تاو حد من الاثنين دول لازم يستغل المساحات اللي في ظهر دفاع الزمالك بس هل ممكن يبدا بالشكل ده ويعمل الدفاع المتقدم العالي كده ويبقى عنده المساحات في ظهره ممكن ولا ممكن يبقى عنده تحفظ النهارده اه <applause> اتمنى ان هو آه طبعا دي بتدي أفضلية. آه بتدي افضليه لو عندك النهارده اطراف سريعه مهاجمين سرعة آه. تديهم الافضليه في الاختراقات بسرعه آه. وتقدر توصل بسرعه بس دي دي عامله له مشاكل يعني انت م. انت مثلا هنعرف كذا حاله هتلاقي في كل الماتش كل الماتشات بيلعب يعني هو قدام استرن كومباني لعبها مثلا قدام المصري قدام الاسماعيلي قدام الداخليه كمل بقيه الصور كده بتاعت الدفاع المتقدم وانت شغال هتلاقي بص المسافه ما بين الخط الدفاع وما بين الحارس المرمى 45 متر مساحه كبيره طبعا مساحه كبيره جدا مم. فدي المساحات دي أو بص آه. هنا برده مباراه المصري هنا الداخليه ده الماتش الاخير بتاع الكاس آه. الهدف بتاع الداخليه جه ازاي؟ من خلال تمريره هنا لازم الجناح بتاع النادي الاهلي لما يكون مركز لو هم بدأوا بالدفاع العالي ده انا مم. ازاي هحط التمريره في ظهر المدافعين ولازم محمد شريف يركز في الحته دي انا ازاي هتحرك في ظهر المدافعين اللي قدامي مم. هم ممكن ما يبدأوش بالدفاع المتقدم ممكن يبدأوا برضو زي ما حضرتك قلت بالدفاع المنطقة ويبدأوا باللو بلوك ده برضو من ضمن الحلول اعتقد لو هم بدأوا كده او كده في مصلحتنا في مصلحة النادي الاهلي ليه؟ هم لو بدأوا بالدفاع العالي انت عندك محمد شريف يقدر يستغلها عندك علي معلول ناحية اليمين برضو لازم يستغلها سواء اي حد بدأ من الاجنحة بس او بس لازم تخلي بالك في خلف البكين مساحات المساحات المساحات عشان بتاع. خاطر بن شرقي وزيزو. وزيزو ما هو هنا دور بقى مين دور آه. ديانج دي او حمدي فتحي اللي هو آه. الارتكاز الدفاعي ان هو بيغطي الهجمات المرتده بتاعتنا بص آه. هنا الانفراد بتاع الداخليه برضو ده كل دي مساحات ورا الدفاع آه. المتقدم آه. حتى لو بداوا بالدفاع المنطقه آه. انت مستحوذ آه. انت مسيطر اعتقد ان السيطره والاستحواذ دي تديك افضليه وتديك شخصيه آه. ولازم بكره اللعيبه عايزين رتم آه. سريع عايزين دي نقطه مهمه جدا مع الدفاعات اللي ممكن نشوفها بكره في المباراه اذا مش يعمل دفاع متقدم ممكن يعمل دفاع متاخر ورا عند منطقه الجزاء بتاعته صح. المتطلب من لاعبي النادي الاهلي في الوقت ده علشان اقدر اضرب التكتلات الدفاعيه لازم ضغط عالي مهم م. جدا ان احنا لازم بكره انا شفت الضغط في المباراه الاخيره افضل لعيبه آه. الاهلي مع كابتن سامي بدات تتحسن شويه بدنيا آه. عايز الضغط بتاع النادي الاهلي يكون افضل الضغط العالي بتاعنا يكون سرعه استخلاص الكوره الريتم تفرض شخصيتك في الملعب م. انت الافضل انت الاحسن لازم تستحوذ على الكوره لازم تحاول تعمل اكثر عدد من الفرص وتخلق م. وتروح وتضيع مش مهم م. بس فكره ان انت ايه تسيطر تستحوذ اكتر وتروح وتحاول تسجل م. طول ما انت سواء زي ما هو فريرا يا لو بلوك يا بلوك طب النهارده وانت بتعمل الضغط العالي والاستحواذ والريتم السريع ما انت برضه لازم تخلي بالك ورا طبعا في المساحات مين اللي يقدر يغطي المساحات اللي موجوده لو علي معلول زاد في كوره النهارده لو السوليه كمل في كوره مين اللي يقدر يعمل لك الكفرنج ورا هنا تواجد يعني بتتكلم في الارتكاز الدفاعي سواء ديانج او حمدي فتحي لو بدانا باثنين او بدانا بثلاثه اي واحد فيهم في الارتكاز الدفاعي مهم جدا ان هو يعمل التغطيه الدفاعيه مع معلول لان بكره زيزو هيحاول يستغل المساحه اللي في ظهر معلول وبين شرقي هيحاول يستغل المساحه اللي في ظهر الباك رايت فمهم جدا ان انت تكون مركز في تخطيط الهجمات م. المرتده هنا برضو بال... دي السبتة. الكرات الثابته الكرات الثابته اللي على الزمالك م. هم عندهم مشكله في ال... رغم ان هم مميزين في الضربات الركنيه أوه. مشكلتهم في الضربات الثابته اللي عليهم أوه. لو لاحظت هتلاقي م... ادي ماتش المصري مثلا جابوا هدف فيهم من ضربه ثابته إمبي سجل فيهم هدف من ضربه ثابته الاسماعيلي يعني كذا ماتش كمل بقيه الصور هتلاقي برضو ادي برضو جون دا ده مثلاً. هدف المصري الزمالك أوه. اللي كان من كوره ثابته كمل هات آه. الصوره اللي بعدها برضو كمل لنا بعد كده نشوف ال برضه يعني ممكن نقاط الضعف في نادي الزمالك من الكرات الثابته ده هدف اسوان من ضربه ركنيه في آه. نادي الزمالك برضه اتلعبت على مرتين وبالعرض هنا تمام رغم, رغم زياده زياده العدديه نادي الزمالك لكن التمركز او المان تو مان مش صحيح صح. بص طلع مدافع اسوان طالع بيلعب الكره بدماغه لوحده وبيقدر آه. ايه الكره جت في العرضة وبعدين ايه تابعها ولكن برده جايه من ضربه ركنيه هنا برده هدف انبي اه هدف ابوكا اه فاهم فانت عندك عندهم مشكله في الضربات الثابته اللي عليهم واضح ان احنا لازم نستغل بكره ايه الضربات الثابته مهم جدا اه معانا مقارنات برده معانا مقارنات عايزين برده نشوف المقارنات يعني لعيبه الاهلي والزمالك في المراكز برضو نشوف يا دكتور ثابت زيزو زيزو وقفشه زيزو بيرستاو زيزو, زيزو اه ماشي زيزو, زيزو ارقامه زيزو كويسه وبرستاو. جدا اه زيزو في بي... ابرز الارقام لزيزو هنا زيزو لعب 18 مشاركه ب 1467 مسجل 11 هدف منهم 7 ضربات جزاء وعامل 6 آه. اسيست آه. زيزو اكتر لاعب في الدوري صانع فرص وده الرقم اللي كنت بقول لحضرتك عليه اللي هو ايه مسته في العرضيات فصنع 51 فرصه فان <applause> 51 فرصه دي كلهم عرضيات تقريبا يعني محاولات صحيحه 61 مراوغات ناجحه 26 بيرسي تاو مسجل خمس اهداف صانع سبع فرص محاولات الصحيحه 12 المراوغات الناجحه 14 في 15 مشاركه انت لو مكان سامي كابتن سامي وصان تفضل بيرسي تاو يلعب على الطرف ولا يلعب راس حربه زي ما شفناه مع مستر موسيماني لا يلعب على الطرف انا انا عايز طبع. محمد شريف بكره تواجده مهم جدا يعمل لك عمق هجومي ويستغل المساحات اللي في ظهر دفاع الزمالك مم. تواجده مهم قوي مم. تواجد بيرسي تاو برده بشوفه بيرسي تاو لعيب خبره لعيب مهاري كان موجود في المباراه الاولى اللي انتهت بفوز الاهلي خماسيه أه. كان موجود في المباراه الاولى بيرسي تاو أه. بس ساعتها كان لسه في بدايته أه. لكن دلوقتي اول مباراه أه. بيرسي تاو اعتقد لو لعب وينج هيفرق كتير يعني مم. محمد شريف بيرسي تاو قفشه احمد عبد القادر الرباعي ده طبعا مع تواجد حسين الشحات وطاهر اعتقد ان في قوه هجوميه كبيره للنادي الاهلي تديك شراسه هجوميه كبيره يعني نشوف المقارنه الثانيه بين لاعبي خط الوسط عمرو السوليه وامام عاشور عمرو السوليه لعب 11 مشاركه ب 752 دقيقه امام عاشور لعب اكتر لعب 1344 19 40. مباراه 19 م. مشاركه م. جاء مسجل 3 اهداف و2 اسيست مساهم في 5 اهداف السوليه مساهم في 3 اهداف صناعه الفرص عند السوليه على 14 فرصه مقابل 8 لامام عاشور المحاولات الصحيحه 5 هنا و6 التمريرات الصحيحه برضو 334 للسوليه و657 لامام عاشور دول لاعبي خط الوسط هنا وهنا في الاهلي والزمالك اللي عندهم الحريه الهجوميه اكتر. اللي بيسيطر في ماتشات القمه أيوة. على وسط الملعب مم. هو دايما اللي بيكسب الماتش، دايما متعودين على كده، مم. طول ما انت مسيطر في وسط الملعب تحديدا السليه، السليه بيمر بفتره كويسه في الفتره الاخيره مم. هو شخصيه كابتن المنتخب بعد محمد صلاح بيمر بشخصيه كويسه جدا، نتمنى ان شاء الله ان السليه يكون في حالته هيفرق كتير جدا. مم. عندنا مقارنات تانية؟ في محمد طيب. اه في طيب اعرضوا لنا المهاجمين آه عمر السعيد ومحمد شريف محمد شريف محمد ده بكره راس الحرب هنا وراس الحرب هنا محمد مم. شريف مسجل خمس اهداف في 15 مشاركه وعامل اثنين اسيست عمر السعيد في 18 مشاركه مسجل ست اهداف واسيست صناعه الفرص 12 عند محمد شريف 11 عند عمر السعيد المحاولات الصحيحه 12 لمحمد شريف مقابل 18 لعمر السعيد عمر السعيد طبعا هنا شارك 18 مباراه أكتر من محمد شريف احرز ست اهداف هنا احرز خمس أهداف, اهداف بالمقارنه محمد شريف يعني افضل بالنسبه أه. لمشاركة محمد شريف بي في الاسيست والصناعه والتحضير أه. اكثر من عمر السعيد عمر السعيد تارجت أه. اكثر هنا طبعا فتوح خارج المباراه أه. مقارنه أه. ما بين معلول علي معلول. أه. معلول يعتبر افضل لاعبي الاهلي في الدوري رقميا أه. معلول في لعبه 12 مشاركه بس مساهم في 9 اهداف أه. جايب ست اهداف وعامل ثلاثة اسيست اكتر لاعب صانع فرص في الاهلي و... اتنين... او تاني اكتر لاعب صانع فرص بعد قفشه 22 فرصه المراوغات الناجحه بتاعته ثلاثه والمحاولات الصحيحه سته من العناصر او المفاتيح الهجوميه المهمه للنادي الاهلي طبعا علي معلول خاصه كمان ان هم بكره نقطه ضعف الزمالك الجبهه اليمنى لسه بنتكلم ان هم عندهم ثغره مهمه جدا اهم ثغره بكره الجبهه اليمنى طب النهارده ممكن يدور في دماغ فيريرا وانت بتتكلم بتقول ان من ابرز القوه النهارده النادي الاهلي علي معلول ممكن يشيل امام عاشور من وسط الملعب يحطه باك رايت ويدخل اسلام جابر في نص الملعب ويكون اسلام جابر ورؤى واوباما ممكن في حاله كمان ان هو عشان يقفل ما هو انت النهارده بتتكلم عارف ان دي لو لعب بخمسه ورق. لو لعب بخمسه لو لعب بخمسه ليه لان هيحط امام عاشور وثلاثه مثلا زي ما قلنا محمد عبد الشافي ومحمد م. عبد الغني والونش والباك رايت ايا كان محمد طارق عبد الله جمعه اي حد يبقى في ثلاثه قدامهم م. اعتقد ان ده ممكن يكون السيناريو الاقرب لو حط امام عاشور باك رايت معانا المقارنة الأخيرة بين الأهلي والزمالك تفضل يا دكتور الأهلي والزمالك في الدوري معدل أوه. تسجيل الأهداف ده بالأحصائية كل 90 دقيقة يعني م. في الماتش الواحد النادي الأهلي أقوى هجومياً م. بيسجل 2.2 من 10 هدف كل 90 دقيقة الزمالك 1.7 من 10 م. معدل استقبال الأهداف 7 من 10 للنادي الأهلي مقابل هدف لنادي الزمالك فأنت أقوى دفاعياً وأقوى هجومياً معدل الاستحواذ بتاع النادي الاهلي 60% مقابل 59% لنادي الزمالك، الشباك النظيفه 8 هنا و8 هنا بس احنا لاعبين مباريات اقل. معدل المحاولات على المرمى 5.1 للنادي الاهلي مقابل 4.6 انت اعلى، صناعه الفرص برده 28 و 21 اذا الاحصائيات كتوتال اه كتوتال انت اعلى في الارقام. بس خلي بالك دي كلها طبعا احصائيات وارقام <applause> كلها حاجات موجوده في التاريخ، انا آه. بقول دايما مباراه الاهلي والزمالك هي ال90 دقيقة. حالة اللعيبة حالة الجهاز الفني في وضع التشكيلة الأساسية وأيضا يعني التغييرات أثناء المباراة أخيرا دكتور ثابت أول مباراة لكابتن سامي أمصان كابتن سامي أمصان واحد من اللي بقى لهم فترة كبيرة اشتغل مع مدربين كتار في النادي الأهلي بقى له فترة كبيرة عارف كل خبايا الفرقة عارف كل إمكانيات اللعيبة رسالة منك برضو لكابتن سامي أمصان اللي احنا كلنا كجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته عندنا ثقة كبيرة فيه كابتن سامي مصان واحد من الكوادر الأهلوية اللي بقى لها فتره مم. يمكن ام متابعتي الفرقة كمان عن قرب كابتن سامي له دور مهم جدا مع بيتس موسيماني مم. بيعمل دور محترم قوي حتى بيساعد في التغييرات بيساعد في حاجات كتير الراجل دليل ثقه بيتس موسيماني ان هو ما كانش عايز مثلا مدرب مساعد إنه هو كان واثق قوي في كابتن سامي مصان لانه هو عارف ان هو مدرب قوي جدا تكتيكيا وجات له الفرصة بقى ان هو خلاص بقى كسب ماتشين واخذ الفرصة والماتش اللي فات عمل اداء حلو فاعتقد ان ده كل ده احنا كسبنا مدرب واعد قوي وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمه بكرة ان شاء الله ويكرم النادي الاهلي ونكسب باذن الله ان شاء الله شرفتنا ونورتنا يا دكتور ومتعتنا <applause> الله يكرمك يا كابتن اسامة شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بشكر ضيف الدكتور احمد ثابت تحليل فني شامل كل طرق اللعب المتوقع بكرة ان شاء الله فيريرا ممكن يواجه بيها النادي الاهلي يتبقى بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى توفيق اللاعبين والجهاز الفني وبرضه في الاخر دي مباراة بثلاث نقاط مباراة في الدوري الدوري لسه مشواره طويل ولكن في النهايه بنتمنى ان شاء الله التوفيق للجهاز الفني ولعب النادي الاهلي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ويا رب نكون قدمنا لكم حاجه في هذه التغطيه تغطيه القمه بين الاهلي والزمالك 124 بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا والى اللقاء